بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد خاص بسلسلة بيس. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على إضافة الدوري السعودي لجهاز بيس 4 أو حتى جهاز البي سي. إن شاء الله النهاردة نشرح شرح مفصل عن كيفية إضافة الدوري السعودي لأي جهاز من الاتنين دول. طبعا هيكون عندنا ملفين دول، جهاز خاص بالبلاي ستيشن 4 وجهاز خاص بالبي سي. حمل الملف حسب المنصة أو حسب الجهاز بتاعك. طبعا لو احنا حابين ان احنا نفك ملفات هشرح طبعا كل واحد بيتم اضافتها ازاي. بالنسبة للبي سي فاول حاجة ان شاء الله نروح نحدد كل الملفات كوبي، كده نروح نفتح ماي دوكيمنت، كده نروح لملف كونامي، كده اي فوتبول بيس 2020 وي بي اس، ونقل الملفات هنا. ده بالنسبة لنسخة البي سي. بالنسبه لنسخه البلاي ستيشن 4 ان شاء الله كل عليك بس انك بعد فك الضغط هتلاقي فولدر اسمه وي بي اس، هتخش جواه هتلاقي برضو الملفات دي. هتاخد الملف ده تحطه على فلاشه فاضيه، وشرحنا قبل كده في فيديو كيفيه اضافه الباتشات لبلاي ستيشن 4. الفيديو ان شاء الله هيكون موجود فيديو موجود على القناه وهيطلع لك في الاي اللي فوق. فهتاخد الملف ده تنقله على فلاشه وتتبع نفس التعليمات. بعد ما انا ملفات بالنسبه لنسخه البي سي، فنفتح اللعبه عشان نبدا نضيف الملفات. بعد الدخول للعبة إن شاء الله هنروح نتجه يمين ناحية الإعدادات، بعد كده التعديل، هنيجي هنا ننزل تحت لاستيراد وتصدير، نختار استيراد الفريق، دوس اوكي. بالنسبه للبي سي فهندوس على الاكس، او اذا كنت على البلاي ستيشن 4 فهتدوس على مربع، تعمل تحديد كل الملفات، كان ندوس انتقال الى الاعدادات التفصيليه. هنيجي هنا في الخطوه دي هنعلم على الاختيارين دول، تطبيق بيانات اللاعب والفريق واستبدال الملفات والصور بنفس الاسم، وندوس اوكي. بالنسبه للطريقه فهي نفس الطريقه على البي سي او حتى على البلاي ستيشن 4، مفيش اي اختلاف في الطريقه. هننتظر اضافه البيانات ونرجع لكم بعدها. بعد ما تم اضافه البيانات هنلاحظ هنا بيقول لك تم الانتهاء من استيراد البيانات، هندوس اوكي. بعد كده هنيجي تاني ننزل تحت على استيراد المسابقه، هندوس اوكي. هنعلم التلات ملفات وندوس انتقال الى الاعدادات التفصيلية، بعد كده ندوس استبدال وندوس اوكي. كده يكون اضفنا الدوري السعودي ويكون اضفنا كمان صورة المسابقة. بعد كده هيكون علينا ان احنا نخش على هيكل المسابقة، كده ننزل على عدد الفرق المشاركة، ننزل على ام بي اس ليج ونخليه 16. بعد كده هنخش على اسيا. لاحظ هنا ان الدوري السعودي اتضاف، بس في بعض الفرق طبعا اللي هي كانت موجوده جوه اللعبه مش موجوده هنا، فهنعمل لها عمليه نقل. هنا هنا ملفات مع بالطريقه دي تعلم الفريق اللي هو مش تبع الدوري السعودي وتختاره من الانديه الموجوده. بعدنا للفرق كده ان شاء الله يكون اضفنا الفرق بشكل سليم. لو دخلنا على الفرق راح نلاحظ ان بعد كده هنلاقي تحت خالص الدوري السعودي بالضاف، فنلاحظ وجود كل الفرق كاملة بالاطقم. يعني مثلا نخش على فريق الوحدة مثلا، نلاحظ هنا باسماء اللعيبة بشكل سليم 100%، وبرضه بالاضافة الى الاطقم شغالة بشكل سليم. نختار فريق تاني، نلاحظ كده إضافة الأطقم بشكل سليم، كما إضافة إلى شعار الدوري. ممكن يكون الشرح بتاعنا خلص، أتمنى يكون الشرح كان بسيط وسهل. إذا كان في أي سؤال أو استفسارات أو أي مشكلة قابلتك سيبها لنا تحت في التعليقات، وإن شاء الله هحاول أرد عليها بأسرع وقت ممكن.
شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.